يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو قمت رمضان تصلي التراويح أو قيام الليل بنية حلوة لإرضاء الله يتغفر لك كل اللي فات من ذنوبك. استعد من الآن وخد نية أنك حتقوم رمضان كل السنة دي. باقي على رمضان 15 يوم. لو عايز تعيش بقلبك 30 يوم وتعرف معنى أن تعبد الله كأنك تراه، انتظروني ببرنامج رمضان حياة الإحسان.